السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا، مسهلا يا الربع. انما كنتم توجدتوا بهذا العالم يا الربع، شوف القمر يزيد هو ينزل. يا الله والله مسر بكلامي هو يا الربع. اليوم لعبة جديدة ان شاء الله، اطلس. اكيد انكم تعرفون اطلس، هل تشبه اركي؟ هذا المنظر اسطوري صراحة، والله يستاهل صورة، والله يستاهل صورة صراحة. لا بعد صورة ثانية، عجب الله واحد شاف مناظر خلابة بلش فيها يا ولد. زبدي يا الربع، هذه لعبة أطلس، ضبط شخصية وما أدري كيف، وهذا أوف وش القوارب اللي طايحة ذي وايد تفجرة. الزبدة أنا طقطق فيها شوية للأمانة، وجمعت ما أدري إيش وذا، قلت عشان يكون عندي خلفية. الصراحة شوية فهمت والباقي وكثير ما فهمت الصراحة. الزبدة هلا بالشكل، هلا بالزين. يبدأ دبي ما شاء الله القمر راح، فطلع علي النهار. وش ذا؟ ويبدو لي كنز. هذا إيش هذا؟ خلنا نروح له. هلا بش ال هلا البحر في شيء ولد ولا لا؟ نروح لهذا مدري ايش. هلا بالزين، هذه ميزتها ترى نفس ارك بالضبط، بس يعني نفس شركة ارك لكن في شوي اختلافات. مثل شوف لو افتح ذا الفتوري، شو الصوت؟ او الموج، فيعني في شوي اختلافات زي كذا تشوفون. في شوي اختلافات ولا ابد نفس اركو. هلا بالنورس، ما معيش دجاجه. هلا بالزين، هلا بالزين. لا ضي، خلاص تعال. طب افتقص بلفك. طب صنعت ذولي، صنعت من بعد عناء طبعا، ما هو بسهوله بعد عناء، بس قلت اني قال لي بختصر الوضع وزي كذا، ولكني تبهذلت صراحة. اخذت فيها كم ساعة طلع عشان اضبط الوضع ذي. هلا بالزين، هلا بالزين، هلا بالزين، والله اسطوري صراحة. اوه يا ود، الموج ذا لعبي، الموج لعبي. تعال 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 تعال. طيب وانا احصله؟ والله ما ادري وين هي. اي هذا تعال. كيف؟ هلا بالزين، خريطة. طيب المكان هذا، طيب المكان ذا عندي، هذا هو هنا خريطة هنا، بس كيف ادري؟ شوف علامة الاكس طول حياتي يا ولد. مشكلة ما في احداثيات للخريطة اليمين طبعا. الكنز، في كنز عندي هنا، وينها ما ادري. خلنا بجي البيت هذا، خاصة اخوان فكر منه. يمين ولا يسار؟ وش اللي فوقي ذا؟ انا بشوف هنا يا اخي، عجبني المكان ذا. طبعا هذه تبني فيها سفن وحركات مدري كيف، فصراحة ما لي خلفية عنها والله. ما وش عند الرجال يا اخي؟ موج ذا لعبي، موج ذا لعبي. يا طير فيك خير، طير فيك. ايوه خل جمع ايش؟ جمع. وش ذا؟ بساس. بس. تعال وين راح البس؟ البس يدك. تعال وينك يا ولد؟ بساس هو جني انت؟ فيك جن؟ بس بوسك يا ولد، اثبت. كل ما ابغاه الحمك وذيلك. هات وين راح؟ وقف يا ولد، وقف علي من رجلك. توقف يا ولد يا اخي. وين راح ذا؟ ما اشوف يا ولد. هلا بالزين. دق، اعطني ذا بالله. اجلس. ليش ماخذ الحمى؟ اجي شو له اذبح انا؟ قم سطورك. خلنا ندخل البيت هنا يا اخي. اركض يخسر بطيء ما ادري ليش.
ازيد معلومات كثير مالي ما ادري ايش فايدته. وش عند ذا؟ وش عندك يا ولد؟ طيب وش ذا؟ ينشري جولد. من وين اجيب لك يا جولد؟ طيب صراحة ما ادري هذا بياع شراي ما ادري ايش وضعه. طيب يا الربع فتحت شوي من ذولي، فتحت شوي منها للملي خبرته بيها صراحة، تبغى له اشوف معلومات كثيرة عنه صراحة. المشكلة ما حطيت بمودات انا، يعني اموت ولا شيء عفشي بيطيح هناك. كم معي اسهم؟ 9. قال شيء اذبحه ولا اعطوني قدر ذا. تعال 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 خذ، نبغى جلدك، نبغى هات 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 هات. يا اخي ودي افر المشهد يا الربع. الخريطه، جيب الخريطه. ما تصدق بالله كيف اكبر الخريطه صغر. اوه شوف شوف شو كبر انا، شوف مكاني وينه. واو كلمة بلا خلي كذا على الشمس اشوف شو. قرب 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 قرب. يا ساتر يا رب، انا مكاني الحين كبير. شوف وين مكاني، فباك بجنبي جزر، جنبي 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 جنبي. يا الله يا ساتر يا رب. يعجبني المابات الكبيرة صراحة، استانس عليها. طب ودي بقارب. وش ذا؟ سراق؟ عنده سرقين ولا لا؟ ما ادري، بس خليني اروح انا ادخل بيت ذا. طب ماني شايف ناس غير جو البياع. اي الا في واحد هنا. يا ولد السلام عليكم، وش عندك؟ لا لا تقبل، لا لا فك منه. تبيع شيء؟ تشتري شيء؟ اكس مثلث مربع. ولد بوكس ما يجي يقول لا. ايش بيع جلد؟ اقدر ابيع عليه جلد ولا لا؟ ولد يا ولد ما تسمع كلام انت؟ حساب اسهم طيرته بس. طيب يبدو لي هذا محل بيع بلده. قرصان جاك سبارو، هلا بالزين. شو عنده ذا؟ السؤال يبيع ولا يشري؟ وش السالفة؟ وش ذولي؟ والله ما ادري وش السالفة الربع، كيف اتفاضل اياه يعني؟ يا الربع عنده خلفية علمي بالله، كيف ابيع عليه ذا؟ ما ايش عندك انت؟ ما عندي شيء. هذا ايش عنده؟ اوه سفن، سفينة هنا. هل يصنع لي ولا والله باللبس؟ هلا والله باللبس. سكنات يود كل شيء جولد. من وين اجيب لك بالله جولد؟ الخريطة هذه معي ولا انا اعرف كيف طريقتها يا ولد؟ ما هي ذا، ما هو ذا، لا 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 بالله ذا. والكنز ما هو مبين، اكس طول عرض، ايش دراني عنها انا؟ هذا كلام ذا. سفين هنا اقدر اسوقها؟ والله يا ريت لو اقدر اسوقها، ولا لازم اصنع؟ بالله تعال. اوك هذه مغرزة يا ولد، حلو مغرز، مغرزة بالبحر، سلامات. يقول حر. كهوف فيه ولا شيء؟ اوف اوف يمين 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 يمين. يبغى لي اكل، يبغى لي فيتامين، يبغى لي ظل، يبغى لي الهدى. يا الله. لحظة لحظة بالله بروح عند البيت. ودي اكون حر الشاطئ هناك ازين. يا ليل اللاعب بيموت، الشمس صفقتني. يا ليل جاع وعطيته بلعه ولا فاد، لكن فيتامين ومدري ايش يعني، غير شوي غثيث عن ارك. شوف اليمين السماوي حق اللحم، واللي بعده خضروات، واللي بعده فيتامين، واللي بعده مدري ايش. بالله طب يا ليل. تدري انا ميت ميت بس تعلمت. تعال ميت. انا ميت ميت انا ميت ميت انا ميت ميت. انا ذيبان دعسته يا ولد. يا اخي والله علي انا بشوي لحم. شب جلد في لحم ثاني يبدو مستوي. لا مستوي، الله المستعان.
الزبدة بضبط وضعي ان شاء الله هنا وكمل بعدها. وهذا اللاعب فطس الله المستعان. طيب انا وين كنت هنا؟ اي رسم هنا. اي اي شوفون وداني عفشي 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 طاح عفشي ابيلي انساه الاشكال دي يا ولد. صار على حمنا هذا بالزين. الزبدة صراحة ما لها خلفية، لكن بالله اكتبوا لي تحت هل عندي خلفية كيف اصنع سفينة كيف زي كذا، وانا بسوي بحث وبتابع وذا. هذه الحلقة دي استكشافية بالجزيرة دي ان شاء الله. ان شاء الله الحلقة جاية يكون وشو؟ اكون شوف طريقة الترويض وطريقة صنع السفينة. ابغى تنقل الى هنا ان شاء الله تكون حلقة خفيفة لطيفة طفيفة. نلتقي في الحلقة الجاية ان شاء الله ودمتم.